القدس الإله الواحد أمين. اللي أخذ باله من قراءات النهاردة، يا ترى القراءات بتشاور أو بتتكلم على حاجة معينة حتى أخذ باله منها؟ المعمودية، برافو، تتكلم على المعمودية. يا ترى إيه اللي بيحصل في المعمودية؟ بالضبط، المعمودية موت وحياة. المعمودية ما هياش نظرية فكرية أو فلسفية الكنيسة حطتها في العهد الجديد، إنما المعمودية هي عمل إلهي مقدس يمس الخلاص بتاعنا، لأن بدون معمودية لا خلاص. المعمودية لازمة للخلاص. والسيد المسيح قبل ما يصعد للسماء على طول قال لتلاميذه إيه؟ اذهبوا إلى العالم وكرزوا العالم أجمع، واعملوا إيه؟ عمدوهم. المعمودية لازمة للخلاص. وفي إنجيل مرقس يقول كده: من آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن إيه؟ يدن. إذن المعمودية لازمة للخلاص. وإحنا في القداس نقول إيه؟ تجسد. حد فاكر القداس بنقول إيه؟ وتأنس، وبعدين وعلمنا طريق الخلاص. كويس؟ إيه هو طريق الخلاص؟ كملوا الصلوة دي في القداس بتقول إيه؟ علمنا طريق الخلاص. إيه هو؟ منعما علينا بالميلاد الثاني الذي من الماء والروح. إذن إيه طريق الخلاص؟ هو المعمودية، ما لهاش سكة تاني. دي ده لازم تمس خلاصنا. فالمعمودية إيه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل في المعمودية موت، دفن، قيامة مع المسيح. طيب، يقول معلمنا بولس الرسول كده في رومية 6، يقول: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش أو كيف نحيا بعد فيه؟ يبقى إحنا في موت حصل عن الخطية، إحنا اللي متنا عن الخطية نعيش فيها بعد كده إزاي؟ طب نقول له معلمنا بولس: إزاي متنا عن الخطية؟ كيف متنا عن الخطية؟ يكمل ويقول العدد اللي بعده على طول: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ يعني اعتمدنا لموته؟ يعني متنا معه في المعمودية، متنا بشبه موته في المعمودية، لأن احنا ما اتصلبناش، ما كناش معه على الصليب، لكن احنا متنا. عشان كده يقول بشبه موته، بشبه موته، اتحدنا بشبه بموته في المعمودية. طيب، والحكاية دي تمت ازاي؟ قال احنا اللي متنا على الخطية ازاي نحيا بعد فيها؟ موتنا ازاي؟ اللي اعتمدنا اعتمدنا ليسوع المسيح، اعتمدنا لموته. طب والحكايه دي تمت ازاي؟ يكمل يقول كده: مدفونين معه في المعموديه. يبقى السكه ان احنا نموت معاه، ان احنا ندفن معاه فين؟ في المعموديه. مدفونين معاه في المعموديه علشان نموت معاه في المعموديه. الانسان بيدفن لما بيموت، بيدفن لكي نموت معه. طب ليه ندفن؟ ليه ندفن معاه؟ يكمل يقول: حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. نسلك في هذه الحياة الجديدة اللي بنأخذها في المعمودية. يبقى احنا لو متنا لوحدنا مش ممكن نسترد الحياة بتاعتنا، لكن لما نتحد بشبه موته، هو الوحيد اللي بعد ما مات قدر يسترد حياته بسبب لاهوته وبسبب بره الشخصي. ما كانش ممكن انه يمسك من الموت. فانا لما الاقي وسيله بالخلاص من الموت ده، ان انا اتحد بشبه موته فاقام معاه. حتى اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب، هكذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه، في هذه الحياه الجديده، حياه القداسه وحياه ابناء الله. يكمل يقول: لاننا ان كنا قد صرنا متحدين معه في شبه موته في المعمودية، نصير أيضا بقيامته. عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه. صلب معه فين؟ في المعمودية. إنسان العتيق، الطبيعة اللي فسدت، الطبيعة اللي أفسدتها الخطية، صلبت معه في المعمودية، وماتت هذه الطبيعة وأعطانا هذه الطبيعة الجديدة لما اتحدنا به. عالمين نصير أيضا بقيمة. عالمين أن هذا، أن إنسان العتيق قد صلب معه. ليه؟ لكي يبطل جسد الخطية
يعني صلب معاه ليه؟ ايه احنا بنصلب معاه ليه في المعموديه؟ بنموت معاه ليه في المعموديه؟ لكي يبطل جسد الخطيه، يعني الطبيعه القديمه اللي بتنبع منها الخطيه تبطل. ليه؟ لكي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه اللي كنا مستعبدين فيها، لان الذي مات مع المسيح قد تبرأ من الخطيه، لان هو اعطانا ايه؟ بره، واصبحنا مبررين. مش بس هو كفاره لخطايا العالم كله، ولكن ألبسنا إيه؟ كساء البر أو رداء البر. عشان كده إحنا في المعمودية بنعبر من الموت إلى الحياة، من عبودية الخطية طبيعتنا اللي كانت مستعبدة للخطية إلى حرية مجد أولاد الله. عبور بني إسرائيل في العهد القديم كان إشارة للمعمودية. فعبور بني إسرائيل في البحر الأحمر خلاهم يفلتوا من سلطان فرعون اللي يمثل الشيطان، فلتوا من سلطان فرعون إلى الخلاص والنجاة لما عبروا في البحر الأحمر، وعدوا عبروا من العبودية اللي كانت في مصر إلى الحرية والفرح. عشان كده كانت إشارة للمعمودية. عشان كده بولس الرسول سمى عبور بني إسرائيل البحر الأحمر سماه معمودية، قال كده: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر. يعني إيه اعتمدوا لموسى؟ يعني اعتمدوا بواسطة موسى في السحابة وفين؟ وفي البحر. إذن عبور البحر الأحمر كان مثال كبير قوي للمعمودية. وإحنا بناخد استحقاقات هذا الخلاص اللي عمله المسيح لينا في الأسرار المقدسة بعمل الروح القدس. عشان كده السيد المسيح قال: الروح يأخذ، الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم. يأخذ استحقاقات هذا الخلاص وقوة هذا الخلاص ويعطيكم في الأسرار، يعني يأخذ أعمال المسيح الخلاصية ويقدمها لنا في مياه المعمودية، يدخل بينا الروح القدس لموت المسيح والدفن معاه والقيامة معاه، نخرج من المعمودية أعضاء في جسد المسيح القائم من الأموات. إذن المية في المعمودية مش مية عادية، ولكن مية بيعمل فيها الروح القدس باستحقاقات دم المسيح. الماء بدون قوة دم المسيح ملوش قيمة، ولكن الروح القدس اللي بيعمل في المعمودية يعطي المية دي قوة على التوليد، يولد المعمد ولادة جديدة وخليقة جديدة، يقدر يغلب العالم ما يكونش الخطية سلطان عليه. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وضص الكل قد صار إيه؟ قد صار جديدا. إذن إحنا في المعمودية بناخذ هذا الخلاص وبنتحد بالمسيح ونصير خليقة جديدة. المعمودية أيضا ختان روحي. في العهد القديم كان لازم يختنوا الطفل في اليوم الثامن ويدوله الاسم بتاعه في اليوم الثامن، لو تفتكروا قصة يوحنا المعمدان. وإحنا في المعمودية بناخد الاسم المسيحي بتاعنا الجديد وهو ختان روحي. الختان كان يشاور على المعمودية، مش زي ما إنه يقطع جزء من الجسد والجزء ده يموت، ولكن ده كان في الظل والرموز. ولكن الختان الروحي هو ختان القلب بالروح، فيه مش يتم نزع جزء من الجسد، لكن نزع الطبيعة القديمة اللي احنا اتولدنا بيه. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي: وبه بالمسيح يعني أيضا ختنتم ختانا ليس مصنوع بيد. إذا ما بيتكلمش على ختان في الجسد، بخلع جسم خطايا البشرية. إيه هو خلع جسم الخطايا البشرية ده إزاي؟ بختان المسيح. إذن إحنا مختونين بختان المسيح. إيه هو ختان المسيح؟ يقول: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقام من الأموات، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وطبيعتنا القديمة وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك اللي كان علينا في الفرائض اللي كان ضد لينا، وقد رفعه مسمرا إياه على الصليب. سمر الصك ده خلاص، ملوش سلطان علينا إنيمور. فالمعمودية بنترك فيها القديم وبناخد فيها الجديد، هي خلع وهدم للطبيعة القديمة الفاسدة مع قيام طبيعة الإنسان الجديد اللي بتقوم مع المسيح. يقول كده في كولوسي 3: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. خلعنا فين؟ في المعمودية. ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. نعكس صورة ربنا بعد المعمودية،
نعكس صورته اللي طبعها فينا في الطبيعة الجديدة اللي تجددت بموته وكفر الكفارة بتاعته وموته عننا على الصليب. بناخذ هذا الخلاص في المعمودية وناخذ هذه الطبيعة في المعمودية. علشان كده يقول كده في المعمودية بيقطعنا الروح القدس من الزيتونة البرية اللي كنا فيها تبع آدم ويطعمنا في الزيتونة الجديدة اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. ما نصبحش أبناء آدم ولكن نصبح أبناء. ويقول بما أنكم أبناء فإنكم ورثة وارثون لله مع المسيح. إذن لأننا أصبحنا أبناء فأصبح لنا حق للميراث. لما كناش أبناء ما كانش ممكن أبداً إيه؟ لكن ممكن أبداً نورث. بالمعمودية بنصبح أولاد الله. مش بس بناخد الطبيعة لكن نصبح أولاد الله بالتبني. يقول أما الذين قبلوا أعطاهم سلطان، ده مش لأي حد، أن يصيروا أولاد الله. يصيروا أولاد الله إزاي؟ أي المؤمنين باسمه. في عنصر الإيمان ضروري. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. ولدوا إزاي؟ من الله. بنولد من الله إزاي؟ في المعمودية. والحكاية دي اتكلم عنها مع نيقوديموس اللي حضر باكر النهاردة. باكر كان في القداس الأولاني، قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. قال له ما حد كانش حد يتولد من فوق ما يقدرش يدخل ملكوت السماوات. كانش حد يتولد ثانية. قال له طب يعني يتولد ثانية إزاي؟ يدخل بطن أمه ثاني ويتولد؟ قال له بقى أنت معلم إسرائيل ومش عارف اللي أنا بقوله ده. ده إذا كنت لك قلت لكم الأرضيات أنتم مش قادرين تصدقوا وتؤمنوا، ما اللي قلت لكم السماوات هتعملوا إيه؟ قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد وضحى من الماء والروح المعمودية لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. هو ده الامتياز اللي صار لينا بالمعمودية، إن إحنا صرنا أبناء، أخذنا الطبيعة الجديدة. طب لما أصير ابن، الابن ليه حرية صح، بس عليه مسؤولية، مسؤولية كبيرة. قال كده معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي أصحاح 3، إن كنتم قد قمتم مع المسيح. قمنا معاه فين؟ في المعمودية. دفننا معاه في المعمودية وقمنا معاه في المعمودية. فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. خلاص أطلبوا اللي يناسب الطبيعة الجديدة. أطلبوا ملكوت الله وبره. خلي اشتياقاتنا دايما للسماء وفكرنا في السماء. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. مش بس أطلب ولكن اهتم، يعني أحصر اهتمامك وفكرك مش بالحاجات اللي على الأرض ولكن في اللي فوق. لأنكم قد متتم، متنا مع المسيح في المعمودية، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. إحنا متنا معه بس حياتنا مستترة مع المسيح. حد يقدر يبص على أولاد ربنا ويقول أيوة ده في الحياة الأبدية وده ما فيهوش؟ حدش يقدر يعرفها. حياتنا مستترة في المسيح، استخبية في المسيح، لابسين المسيح، ولكن يظهر في المجد. هنا إيه؟ هنظهر أيضا، حياتنا هتظهر أيضا، تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عاملة زي إيه؟ اللي قال عليها بولس الرسول، البذرة لما بتدفن في الأرض ما بتبقاش بتعمل إيه؟ البذرة لما بتدفن في الأرض بتتحلل، مش كده؟ تعفن وتتحلل وبعدين بتطلع شجرة كبيرة جدا وحاجة جميلة قوي وظهور ليها رائحة حلوة. طيب البذرة دي بتنمو ليه؟ لأن فيها حياة. لو بذرة ما فيهاش حياة مش ممكن البذرة دي تنمو. لو البذرة دي مسوسة من جوة مش ممكن تنمو، ما فيهاش حياة. إحنا كده، إحنا أصبح فينا الحياة اللي أخذناها بالمعمودية. بنموت وندفن ونتحلل زي باقي الناس ولكن فينا الحياة الأبدية. يظهر في المجد في اليوم الأخير إننا فينا هذه الحياة الأبدية. بعيد عنا اللي ماتوا بالخطايا والذنوب، عاملة زي البذرة اللي فيها سوس تتحلل وتعمل وما تقدرش يكون فيها الحياة الأبدية أبدا. طب نعمل إيه؟ الجهاد الإيجابي، اطلبوا ما فوق واهتموا مش بالحاجات اللي على الأرض. الجهاد السلبي، جاهد ضد شهواتك. أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء العصية. يعني إيه أميتوا أعضاءكم؟ ربنا ما بيخلقش أعضاء نجسة ولا دنسة ولكن بيقول الشهوات بتحارب الأعضاء بتاعتنا، أفكارنا وعيوننا وكل أعضاءنا. فأنت ما تخليش أعضاءك دي آلات إثم للخطية ولكن خليها آلات بر لله، بأنك إيه؟
تميتها، تميت يعني تخضعها للموت. قال كده بولس الرسول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لا أما قال ما أفتخرش بشيء إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا بالنسبة للعالم واحد مصلوب، ما العالم ما يشتهيش منظري، ما يجبوش، والعالم بالنسبة لي أيضا مصلوب، ملوش بالنسبة لي حاجة أبصلها ولا ألتفت لها. علشان كده قال أميتوا أعضاءكم على إيه؟ على الأرض. إن كنتم، يقول كده معلمنا بولس الرسول، إن كنتم تحيون حسب الجسد فستموتون حسب شهوات الجسد، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هذه معنى كلمة الإماتة. ويقول معلمنا بولس الرسول، أختم بالآية دي، أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله. الروح اللي فينا ده احنا خدناه من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، يعني بقاش ملك أنفسنا دلوقتي، لأنكم اشتريتم بثمن، ثمن غالي قوي، دم كريم كما حمل بالعهد. فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله. عشان كده المعمودية مهمة جدا 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 للخلاص. واللي لا يؤمن ولا يعتمد، من يؤمن ومن آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن ولا يعتمد طبعا إيه؟ هيدن. ربنا يدينا أن احنا نتذكر عهد المعمودية، ونفتكر أن احنا خليقة جديدة، وأخذنا هذه الطبيعة الجديدة اللي بننتصر، نقدر ننتصر بها على العالم. إلهنا المجد دائما أبديا.